صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، لسه مكملين مع حضراتكم في جولاتنا الإخبارية المتنوعة في هذا الصباح والممتدة من الثامنة وحتى العاشرة على شاشة نيل الأخبار. قبل ما نبدأ جولتنا في منشطات الصحافة بنتوجه بالتهنئة لأفراد الشعب المصري، بنتوجه أيضا بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لكل الإخوة المسيحيين في مصر وعلى مستوى العالم. لكن خلونا نبدأ جولتنا الصحفية النهاردة، بنبدأها من صحيفة الأهرام. المنشط الرئيسي بيتكلم عن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإخوة الأقباط وتقدمه بالتهنئة للبابا تادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتهنئته بعيد الميلاد المجيد، وأكد سيادته على ترسيخ قيم المحبة والسلام والإخاء والحفاظ على وحدة الشعب المصري وصون أراضيه وصون كل مقدرته. لكن خلونا نبدأ كده مع حضراتكم المنشط الرئيسي من صحيفة الأهرام. وحدة نسيج الشعب من أقدس ما يعتز به المصريون، السيسي مهنئا البابا تادروس بعيد الميلاد المجيد عبر الفيديو كونفرنس، ولا تمييز بين المصريين على أساس الهوية الدينية. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي قداسة البابا تادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وده بيأتي ترسيخا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم. أكد الرئيس خلال هذا اللقاء على أن وحدة نسيج شعب مصر طالما كانت من أقدس ما يعتز به المصريون على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب وهو وحدة شعبها، لكن الدولة لهذا بالمرصاد. كمان الرئيس أكد على أن الدولة حريصة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور وكحقيقة إلهية يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذا في الاعتبار ما تدعو إليه لجميع الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والسلام. على كل الأحوال خلونا نستقبل أول تليفون مع حضراتكم من الأستاذ يونان مرقص الكاتب والمفكر القبطي. أستاذ يونان صباح الخير، وكل سنة وحضرتك طيب وكل الشعب المصري بألف خير. صباح النور، وكل الشعب المصري بقدم له التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح له المجد. طبعا تهنئتي القلبية وللبرنامج عندك والأخبار. كل سنة حضرتك طيب وكل شعب مصر بكل طيب خير. يا ربي خير. عايز أسأل حضرتك عن الدلالة الرمزية لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم والمستمر على مشاركة الإخوة المسيحيين والأقباط والشعب المصري بأكمله على المشاركة في كل الأعياد وخاصة عيد الميلاد المجيد، وهو طبعا دايما حريص على أنه يزور الكاتدرائية، لكن في ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا السنة دي كان الاحتفال من خلال الفيديو كونفرنس. نشر قيم المحبة والسلام دايما الرئيس بيأكد عليه، وأن القلب دائما في مصر يجب أن يكون متماسك حتى يتم مواجهة كل الأخطار سواء في الداخل أو في الخارج. ما بين السطور كيف تقرأه في هذه الرسائل القصيرة من السيد الرئيس للبابا تادروس ولكل الإخوة في مصر؟ جاء في ذلك هذه التهنئة التي قدمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لكل المصريين أمس بكلماته عبر التهنئة لقداسة البابا عبر الفيديو، وللشعب المصري بأكمله بكل طوائفه وعقائده كما تقدمت في المقدمة، وذلك هذا ترسيخا وحرص شديد على المشاركة بصفة الشخصية، واعتبر هذا تقليد شخصي وحريص عليه فخامة الرئيس انه بيكون حاضر القداس بتاع عيد الميلاد كما اعتاد سنويا ومشاركته لنا في احتفالنا بهذا العيد المبارك. وشدد في كلمته على حرصه الشديد ان الدولة تقدم النموذج للشعب بغرس المفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل اسس للتقدم والتطور، لان وحدة الشعب هو بناء الاوطان، لان ما فيش حاجة تفرتق الاوطان غير الاختلاف والتمزيق الوحدة الوطنية. ولكن فقامة الرئيس حريص جدا على امتزاج الشعب والتلاحم، واحنا مضرب الامثال في العالم، وحدتنا وصلابتنا هو اللي بيطور الوطن. وقدم قداسة البابا شكر العميق على تهنئته لكل المصريين وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية ذات المقدار، مؤكدا قيم الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل سيادته، وهذا مبدأ لترسيخ دور المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي واحد، وهو أحد عوامل القوة
لمصر في حضارتها منذ التاريخ، مؤكدا ان كل مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي ان يكون لهوية دينية دور في تحديد او تمييز ما له من حقوق وما له عليه من واجبات. أستاذ يونان، دائما ما تؤكد رسائل السيد المسيح ومولد السيد المسيح على دلالات وأيضا على يعني قيم من المحبة والسلام على مستوى العالم منذ القديم. ما هي أهم الرسائل التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام؟ أولا جاء السيد المسيح من أجل خلاص العالم كله. اثنين، جاء من أجل السلام لأنه هو ملك السلام، وأوصى الشعب بقال لهم أنا أعطيكم السلام، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، سلامي ليس كما يعطيكم العالم. وأوصى بمحبة الأعداء، الحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ده من مبادئ المسيحية. من لا ينفذ وصايا الله هو خارج الدائرة. فإحنا المسيح جاء من أجل السلام، جاء من أجل التسامح، جاء من أجل المحبة، جاء من أجل يعني زي ما جاء الأرض مصر وهروبه الأرض مصر. دي يعني كانت لفتة ووصية لنا ودرس عظيم كيف يهرب الإنسان من وجه الشر. وفي سؤال يتساءل هنا، لماذا اختار السيد المسيح له المجد مصر دون الدول المجاورة لفلسطين وبيت لحم؟ هذا السؤال أو هذا الإجابة لهذا السؤال، إن لتحقيق النبوة الموجودة في الكتاب المقدس، من مصر دعوت ابني مبارك شعبي مصر. ده سبب يعني ليس أمر شخصي وليس قرار شخصي، ولكن يعني نستطيع القول أستاذ يونان أن رسالة السيد المسيح أرض مصر، نستطيع القول أن رسالة السيد المسيح رسالة محبة وسلام ورسالة نشر قيم الإخاء وقيم الاستقرار وقيم المحبة والتآخي والتآلف ما بين الشعوب والمجتمعات، وهذا ما يتأكد في المقولة الرائعة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة والمحبة. دائما وأبدا جاء مولد المسيح عيسى عليه السلام يعني من يعني مولده رحمة أيضا للعالمين وأيضا هداية كبيرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ يونان مرقص الكاتب والمفكر القبطي، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل الإخوة المسيحيين في مصر بكل خير، وكل المسيحيين على مستوى العالم بكل خير. مشاهدين الكرام، دعونا ننتقل مباشرة إلى مجلس النواب الأمريكي لنتابع نتائج أو نتائج الاعتراض من قبل ولاية بنسلفانيا على إجراء أو على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.